وسلم ليخطب خطبته العصماء ليبين فيها للصحابة وللبشرية جمعاء حرمة الدماء ومكانة الدماء. فيقول كما في رواية جابر بن عبد الله الطويلة في صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم، وفي رواية ابن عباس في خطبة يوم النحر: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، وأول شيء أضع من دماء الجاهلية دم ابن ربيعة ابن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. وفي رواية ابن عباس في الصحيحين ورواية أبي بكر أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة يوم النحر فقال: أي يوم هذا؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال الصحابة فسكت بأبي هو وأمي وروحي حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. يا سلام على أدب الصحابة. قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قال الصحابة: الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس البلد الحرام؟ قلنا: نعم. فقال الصادق بعد هذا التشويق في الأسلوب النبوي البليغ، قال: إن دماءكم، إن دماءكم، فبدأ بالدماء، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. من أجل ذلك أيها الأفاضل، كانت الدماء أول شيء يقضي الله عز وجل فيه بين خلقه يوم القيامة. هذه لفتة جميلة جدا وخطيرة. طيب عم الشيخ، مش انت قلت لنا قبل كده بأن أول شيء يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة؟ ما فيش تعارض دلوقتي بين الحديثين؟ لا، لا تعارض، الحق يخرج من مشكاة واحدة. طيب كيف نجمع بين الحديثين؟ إن أول شيء يقضى فيه يوم القيامة بين الناس في الدماء، والحديث الصحيحين وفي عند أصحاب السنن، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، لا تعارض، فالصلاة حق الله جل وعلا والدماء حق العباد. فأول شيء يقضى فيه من حقوق العباد يوم القيامة في الدماء، في الدماء. يا الله، إذا دنت الشمس من الرؤوس وأتي بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، تزفر وتزمجر غضبا منها لغضب ربها جل وعلا. فإن الله سبحانه في هذا اليوم يغضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. في هذه اللحظات يرى القاتل، يرى كل من قتلهم في الدنيا، وربما لا يعرف أعدادهم، يراهم جميعا في هذه الساعة في أرض المحشر بين يدي الملك الحق، وقد اجتمعوا حوله يجرونه جرا ليوقفونه بين يدي ملك الملوك. وكل قتيل، أنا عاوزك تعيش المشهد ده بقلبك، كل قتيل قتل كام؟ 10؟ قتل 1,000؟ قتل أمة، قتل أمة تأتي كلها. عاوز حضرتك تعيش المشهد ده، وكل قتيل، وكل قتيل قتل أوداجه، يعني عروق رقبته تشخب دمه. يا الله يا الله، مين حواليه؟ 1,000 يحيطون به يحصرونه، كل قتيل أوداجه أي عروق رقبته تشخب دمه، وقد تعلقوا بالقاتل يسوقونه سوقا ويدفعونه دفعا ليوقفونه بين يدي الملك الحق جل وعلا. وكل قتيل يقول لربه: يا رب سل هذا، فيما قتلني، فيما قتلني. هو لا يدري، كثير من هؤلاء القتلة لا يدري، وكثير من المقتولين لا يدرون لماذا قتلوا.
لماذا قتل هؤلاء ولماذا قتل هؤلاء؟ لماذا؟ من أجل نفط تسفح الدماء، من أجل عصبية عقدية بغيضة منتنة تسفح الدماء وتمزق الأشلاء وتباد حضارات وتهدم مدن وتدمر مصانع وبيوت ومزارع. لماذا؟ لماذا يفعل الإنسان بأخيه الإنسان هذه الأفعال الشنيعة؟ لماذا؟ لماذا لا يفشي الإنسان السلام بحق؟ لماذا لا يحرص العقلاء في العالم على إفشاء السلام بحق، على أن يعيش الناس في سلام كما أمر رسول السلام محمد عليه الصلاة والسلام، فقال أفشوا السلام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يا أخي كل دينه سلام، تحية أهل المؤمنين، تحية المؤمنين في دينه السلام، تحية أهل الإيمان في دينه السلام، ولا تخرج من الصلاة إلا بالسلام، ولا تدخل الجنة إلا وتستقبلك ملائكة الله بالسلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. اللهم أنزل السلام على أهل الأرض. ثم بعد ذلك اتهموا المصطفى بأنه ما جاء إلا بالعنف وبالدماء وبالشدة وبالتطرف. رسول الرحمة الذي أرسله الله رحمة للعالمين، للعالمين ليس المسلمين فحسب، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يقول كما في سنن النسائي بسند حسن من حديث ابن عباس: يجيء المقتول يوم القيامة وأوداجه تشخب دما معلقا بالقاتل، يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، ماذا سيكون جوابك أيها القاتل؟ وأنت يا من تسترخص الدماء وتنطلق لتقتل أي إنسان أخذا بالثأر الأعمى، أخذا بثأر أعمى، لا احذر احذر، فأبشع كبيرة وأفظع جريمة ترتكب على وجه الأرض بعد الشرك قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، يعني القاتل يقتل ومش انت اللي تقتل ولا انا اللي اقتل، ولي الامر المسؤول، والا لتحول مجتمع المسلمين الى فوضى، فليقتل كل من شاء من شاء في الوقت الذي يشاء. لا، الدماء لها حرمة، الدماء لها حرمة. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. النفس بالنفس، القاتل يقتل يقام عليه حد الله تبارك وتعالى. والثيب الزاني، وسأعود إليها الآن إن شاء الله تعالى في علامة أخرى من علامات الساعة، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والحديث في الصحيحين: التارك لدينه المفارق للجماعة. فالإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه، لابد من تأصيل هذا، الإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه، لا، لا إكراه في الدين، بل نحن نبلغ ونبين للناس بحق وحكمة ورحمة وأدب وتواضع. فمن قال بعد البلاغ، خلي بالك من الكلام، فمن قال بعد البلاغ وبعد الدعوة وبعد البيان لا